جيش الأشباح الأمريكي الذي خدع هتلر أكثر الوحدات العسكرية سرية في الحرب العالمية الثانية، وتم الكشف عنها بعد 50 عاماً. فما الحكاية؟ تم تأسيس وحدة تكتيكية أمريكية لمهمة محددة، الخداع، تكونت من 1100 فرد لم يكونوا جنوداً بل كانوا ممثلين وفنانين ومهندسي صوت. تم تسميتهم بالوحدة 23 الخاصة. تستخدم الوحدة الدبابات والمدافع، ولكنها لا تطلق أي نيران لأنها ببساطة مجرد هياكل من الخشب والمطاط، يتم تلوينها بدقة ونفخها لتكون بحجم الأسلحة الحقيقية لتسهل عملية خداع طائرات الاستطلاع الألمانية. تم تعزيز الوحدة بطائرات وهوائيات للراديو غير حقيقية ومكبرات للصوت يسمعها العدو من مسافة بعيدة جداً. جيش الأشباح صمم ليحاكي قوة تفوق عدده 30 مرة، ويتم نقلهم لمنطقة محددة تحت جنح الظلام ليبدأ استخدامهم لمعدات مبتكرة وتكتيكات سحرية لخداع القوات الألمانية القريبة من المنطقة بأن هناك جيشاً مهيباً من آلاف الجنود والدبابات يصعب مواجهته كعامل ردع لأي هجوم مضاد ألماني، مما يسمح بمزيد من الوقت لقوات الحلفاء الحقيقية بالمناورة. نفذ جيش الأشباح 20 مهمة قتالية رئيسية في أوروبا خلال آخر 2 من الحرب. معركتهم الأولى أثناء إنزال النورماندي بتجهيز 50 دبابة مطاطية تحاكي القوة الضاربة للجنرال الأمريكي بيتون لإتاحة الفرصة للقوة الحقيقية لتتحرك سريعاً لمهاجمة القوات الألمانية في شرق فرنسا. وعندما استطاع الألمان إحداث ثغرة في هجوم غابات الأردين، تم استخدام جيش الأشباح مرة أخرى لتوهم القوة الألمانية المهاجمة بأن قوات الحلفاء ما زالت متماسكة، إلى أن حضرت قوات الدعم لتسد الثغرة. أوكل للأشباح مهمة مستحيلة قرب نهاية الحرب بعد انهيار الجيش الألماني وانتقاله للحالة الدفاعية داخل أراضيه، لتقوم الوحدة بتجهيز 600 دبابة مطاطية ومكبرات للصوت تصدر صرخات 40,000 جندي بمسافة تبعد 10 أميال عن فرقتين أمريكيتين تستعدان للهجوم على القوات الألمانية عبر نهر الراين. ونجحت خطتهم وانتصر الحلفاء في المعركة. تقلد أفراد جيش الأشباح الميداليات الذهبية من الكونغرس بعد عودتهم من الحرب، لتستمر فكرتهم حتى الآن في الكثير من الجيوش مع تطوير تكنولوجيات خاصة لاستنساخ الأسلحة وتصميماتها لأغراض التدريب وخداع العدو، مع وسائل سريعة لبناء هذه المجسمات وتنظيمها في مسرح العمليات. وقد أصبحت جزءاً أساسياً من المجهود القتالي لكتائب سلاح المهندسين في الجيوش المعاصرة. ولكن لن ينسى العالم أن الفضل يرجع لبعض المدنيين المبتكرين لأعظم أساليب الخداع العسكري. هل تعتقد أن هناك المزيد من جيوش الأشباح الآن؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.